أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. ما نقاط الالتقاء بين أمريكا وإيران في العراق؟ فالعراق يحظى بأهمية كبيرة في الإدراك الإيراني، وهذا بالتأكيد سببه المقومات المهمة الضرورية التي يمتلكها العراق، فالقرب الجغرافي والموارد الاقتصادية مكنه من أن يصبح إحدى القوى الفاعلة في الإقليم وعنصرا أساسيا في تقرير التوازنات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى أن العراق له أهمية استراتيجية اقتصادية لا تقل عن أهميته الجغرافية، ولعل أبرز ذلك هو الاحتياطي النفطي الذي يمتلكه. أما بالنسبة لأمريكا فالعراق يعني السيطرة على منابع النفط والطاقة والاستحواذ على مواقع القوة الاستراتيجية التي تمكنها من السيطرة على العالم، فقامت باحتلاله عام 2003 بأكبر عملية همجية بربرية استهدفت حضارة هذا الشعب وثقافته، هذه الثقافة التي عمقها أكثر من 7000 سنة، فخلفت دمارا كبيرا في مناخ التحتية، وأدت الحكومات التي نصبها المحتل الأمريكي دورا كبيرا في نهب المال العام وتحويل العراق إلى دولة مدانة أو مديونة، وكذلك منهكة اقتصاديا ومنهكة أيضا إنسانيا. نتساءل مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، ما هي نقاط الالتقاء في المصالح بين الولايات المتحدة وإيران في العراق؟ وأرحب بضيوفي الكرام من واشنطن، الدكتور أسامة أبو رشيد المحلل والباحث السياسي، وكذلك السيد لبيد الصميدعي الباحث السياسي العراقي من السويد، والدكتور صباح الموسوي المتخصص بالشأن الإيراني. ولكن مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نقاط الالتقاء بين أمريكا وإيران في العراق، نتحدث في هذا الموضوع في هذه الحلقة، وأبدأ بالدكتور أسامة أبو رشيد الباحث السياسي. أستاذ أسامة مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور أسامة. يعني نقاط الالتقاء بين أمريكا وإيران في العراق، أثمة يعني جذور تاريخية لهذا الالتقاء إن كان هو فعلا موجود على الأرض؟ يعني لا أستطيع أن أحدد إذا كان هناك جذور تاريخية، لأن الولايات المتحدة عمليا يعني دعمت العراق خلال حربه مع إيران، وهي من قبل كانت تدعم نظام الشاه قبل أن تكون هناك الثورة في إيران. فالولايات المتحدة إذا كان يعني لديها موقف في من العراق وإيران، فإنما هي كانت سياسة الاحتواء المزدوج وضرب الدولتين بعضهما ببعض في عملية تدمير للدولتين، والنتيجة كانت طبعا أنها دمرت العراق وجعلت من العراق مشاعا لإيران، يعني وهو لربما من أكبر الأخطاء الفادحة استراتيجيا التي ارتكبتها الولايات المتحدة، هذا على الأقل ما يقال هنا. الآن هل هناك التقاء مع إيران في الموضوع العراقي؟ نعم، كان هناك التقاء خلال حقبة جورج بوش عندما تورطت الولايات المتحدة في العراق وأصبحت تبحث عن مخرج، وكانت إيران هي ذلك المخرج، ذلك أن إيران كانت أحد يعني محركي يعني الاضطرابات داخل العراق ضد الولايات المتحدة، فكانت بحاجة إلى إيران للتهدئة. ونذكر كيف أن كوندوليزا رايس عندما كانت وزيرة خارجية سعت إلى المحادثات مع الإيرانيين لأن الولايات المتحدة كانت في ورطة. اليوم هناك تنافس جديد على العراق بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هذا التنافس أيضا فيه نقاط التقاء. هذه نقاط الالتقاء هو أن لا يعود العراق إلى مرحلة التوتر من جديد، وأن لا تعود مثلا تيارات مثل داعش للسيطرة عليه، خصوصا بعد عام 2000 ما رأينا ما حدث عام 2014، بل أن الولايات المتحدة تحت إدارة باراك أوباما تحولت إلى سلاح الجو للميليشيات التابعة أو الموالية لإيران على الساحة العراقية، رغم أن أوباما كان يقول أننا لن نكون القوة الجوية التي تساعد ميليشيات إيرانية، لكن عمليا هذا الذي جرى. طيب دكتور أسامة، إلى أي مدى ترى أنه فعلا هو تنافس بين أمريكا وإيران في العراق، تنافس على النفوذ ربما، أم أنه تخادم إن صح التعبير؟
لا، أنا أظن أن المرحلة الآن تنافس على النفوذ، يعني لربما كان في محطات التقاء تاريخية، لكن تحت إدارة ترامب اليوم أظن أن المسألة هي تنافس على النفوذ أكثر، لكن هذا التنافس ليس تنافسا على ذات يعني بنفس المستوى. بمعنى آخر، إيران تستثمر في العراق كل ما تملك اليوم، لأنها اليوم مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها، ثم إمكانية إعادة تفعيل العقوبات الأوروبية إذا استمر ترامب على هذا المسار ووضع الأوروبيين أمام خيارين، أن يختاروا إما أمريكا وإما إيران. فلربما إيران ستحتاج العراق في المرحلة القادمة، أو مؤكد أنها ستحتاجه كسوق، ستحتاجه كمنفذ تجاري، ستحتاجه ل يعني كصادرات وواردات، وستحتاجه أيضا كمنفذ استراتيجي للإقليم، خصوصا إلى سوريا ولبنان. ولذلك يعني إيران اليوم تدرك أهمية العراق بالنسبة لها في ظل إمكانية إعادة التصعيد مع الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب، لكن الولايات المتحدة التي تدرك أيضا أو تقول يعني تحت إدارة ترامب أنها تريد أن تحتوي النفوذ الإيراني في المنطقة ووقت ما تسميه أنشطتها المزعزعة للاستقرار، لا يبدو أنها تستثمر بذات حجم الذي تقول أنها تريد أن تحتوي فيه النفوذ الإيراني. بمعنى آخر، لاحظ اليوم عمليات يعني مطابقة تشكيل الحكومة، إيران منخرطة بشكل مباشر، قاسم سليماني هناك على الأرض، يعني هم يدفعون باتجاه الكتل الموالية لهم مثل هذه العاتري وغيره، في حين أن الولايات المتحدة تواجه معضلة حقيقية. فالصدر مقتدى الصدر الذي حصلت سلطته على الأغلبية لا يمثل حليفا طبيعيا للولايات المتحدة، بل هو كان عدو في مرحلة، لكنه اليوم يعتبر من القوى المعتدلة والمنافسة للنفوذ الإيراني على أساس أنه يرفض الوجود الإيراني وحتى الوجود الأمريكي. لكن الولايات المتحدة عندها مشكلة تاريخية معه، تريد أن تدعم العباد، لكنها أيضا لا تستطيع أن تقولها بكل وضوح أن الطريق إلى دعمه هو الصدر، في حين أن إيران واضحة في موقفها من الكتل التي تريد، سواء المالكي أو هذه العامل أو غيرهم. فهذا يعطيك أن الولايات المتحدة وإن كانت تقول أنها تريد أن تحتوي النفوذ الإيراني، لكنها لا تستثمر في هذا كثيرا، خصوصا أنها منشغلة اليوم في الملف الكوري الشمالي. فإذا لا، المنافسة حاضرة حقيقة، لكن الولايات المتحدة لا تتناسب تصريح أفعالها على الأرض مع تصريحاتها التي تطلقها. نعم أستاذ، أرحب، اسمح لي أن أنتقل بالترحيب للأستاذ لبيد الصميدعي، الباحث السياسي العراقي وعضو، وأيضا بنفس السؤال نتحدث عن هذا الموضوع، الدفع باتجاه الكتل الموالية لإيران. إلى أي مدى ترى من وجهة نظرك أستاذ لبيد، بعد التحية، أن الدفع باتجاه الكتل الموالية لإيران الآن ممكن أن يرتسم أو ترتسم صورة نفسها التي ارتسمت منذ عام 2005 وحتى الآن بالنسبة لشكل العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أؤكد على النقطة التي أسلف سبقني إلى ذكرها ضيفكم الكريم من أمريكا، بأن إيران اليوم هي أحوج ما تكون إلى العراق. يعني العراق أصبح كما نعلم تحت القرار السياسي العراقي، أصبح تحت الهيمنة الإيرانية منذ عام 2006، منذ أن بدأت تتشكل الحكومات، وكان واضحا بأن الحكومات طائفية بحتة وكانت موالية لإيران على طول الخط. لكن اليوم إيران بحاجة إلى حكومة أكثر ولاء من الحكومات السابقة، لذلك كان دعمها شديدا، وهناك إصرار يبدو على ما يبدو على تصعيد التحالف الذي يقوده الثلاثي العبادي، ولا عفوا العامري والخزعلي والمالكي، لأنه هذا التحالف الثلاثي هو الأقرب إلى إيران. لماذا؟ لأن إيران اليوم بالإضافة إلى كثير من الأسباب، هناك سبب مهم جدا أصبح بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، إيران تريد أن تقوي موقفها التفاوضي مع الغرب من خلال وخصوصا مع أمريكا، تريد أن تحصل على تنازلات من قبل أمريكا أو تخفيف
للعقوبات التي يتوعد بها ترامب من خلال أن يصبح العراق أو الحكومة العراقية تابعة تماما لإيران. نحن نعلم بأن أمريكا لها مصالح في العراق، وهناك ما تزال هناك قواعد عديدة موجودة في العراق، ولديها سفارة، أكبر سفارة في العالم في وسط العاصمة بغداد. هذه لن إذا كان إذا تشكلت حكومة موالية تماما لإيران سيصبح الوضع الأمريكي في حرج بالحقيقة في داخل العراق، وبالتالي إيران تحسن سياسة الابتزاز من خلال نفوذها العسكري، خصوصا من خلال ميليشياتها التي تجاوزت 80 ميليشيا منتشرة في خصوصا في العاصمة بغداد وفي كل أرجاء العراق. إذن نحن مقبلون بالحقيقة على خريطة سياسية جديدة للعراق ومعقدة جدا، بس لكن بالنهاية أنا أعتقد أن إيران هي صاحبة الحظ الأكبر في إعادة تشكيل وهيكلة الوضع السياسي في العراق. أستاذ أسامة، دكتور أسامة، الآن يعني الخريطة السياسية الجديدة للعراق مثل ما تحدث الأستاذ لبيد الصميدعي يقول بأنها صاحبة الحظ الأكبر في تشكيل الخارطة السياسية المقبلة في العراق، إلى أي مدى ترى أن الولايات المتحدة مع انشغالها بالملف الكوري الشمالي ممكن أن تكون المرحلة المقبلة هي بامتياز لصالح النفوذ الإيراني في العراق؟ أظن أن الاحتمال الأكبر الآن هو أن إيران ستستعيد نفوذها في العراق عبر خريطة التحالفات السياسية. مرة أخرى، الولايات المتحدة ليست منخرطة بشكل مباشر. إيران اليوم تلعب على أوراق عدة. العباد يريد أن يكون رئيس وزراء، يبدو أن هذا الأمر قد اتفق عليه الآن حتى أمريكيا، هي تريد العبادي. لكن الولايات المتحدة لا تتحدث مع كتلة الصدر، هي تتحدث مع كتلة علاوي لكنها لا تتحدث مع كتلة الصدر. فإذا عندها هنا مشكلة، كتلة الصدر هي المحور. اليوم إيران أيضا لديها أوراق قوة في إقليم كردستان، خصوصا بعد ما حصل في كركوك قبل عدة أشهر، فهي تملك أوراق الآن اقتصادية يعني وكثير والمصالح كثيرة بالنسبة لكردستان التي خسرتها قبل عدة أشهر يعني، ولذلك فهي يعني إيران تلعب بهذه الورقة وتريد أن تجعلهم جزء من تحالفها. أظن أن الولايات المتحدة تدرك كل هذه المعطيات، لأن هذا الحديث ينقل على لسان مسؤولين أمريكيين ويقولون بأننا نخسر اليوم الساحة العراقية إن بقينا على هذه السلبية في التدخل. وهناك دعوات كثيرة إلى إعادة الحديث مع مقتدى الصدر، على أساس أن مقتدى الصدر اليوم ليس هو ذاته مقتدى الصدر عام 2005 و2006 عندما طالب برأسه جورج بوش، وكانت هناك ميليشيات المهدي في ذلك الوقت. اليوم يعني الإدارة الأمريكية إلى الآن غير واضحة في موقفها، مع أنه يعني لربما يكون هناك حديث مع مقتدى الصدر عبر حلفاء أمريكيين آخرين، تحديدا السعودية والإمارات، لكن السعودية والإمارات لا يملكوا قواعد عسكرية 5000 جندي في داخل العراق، ولا يملكوا أوراق القوة الحقيقية التي تملكها الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد القادر على أن يدفع باتجاه تحالف موازي للتحالف الإيراني. فأظن أننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد، لأن إدارة ترامب لم تقدم رؤية واضحة شاملة لهذا الموضوع. أيضا الولايات المتحدة عندها تحفظ آخر، مجلس النواب العراقي أو البرلمان العراقي في شهر 3 يعني طالب بأغلبية كبيرة جدا بانسحاب كل القوات الأجنبية من العراق. مقتدى الصدر أيضا لا زال يطالب بانسحاب قوات الأجنبية من العراق، ولربما إن كان يعني تشكل تحالف حكومي هو أساسه فإنه فلربما تضاعفت هذه الدعوات مرة أخرى، فهذا أيضا يقلق الولايات المتحدة. لكن مرة أخرى يعني هذا لا ينفي أن الولايات المتحدة إن أرادت أن تنافس النفوذ الإيراني فإن الطريق إلى ذلك سيكون مقتدى الصدر، خصوصا وأن تحالف مقتدى الصدر، وهذا كلام الأمريكيين اليوم الذين يدفعون باتجاه أن يكون هناك حوار مع مقتدى الصدر، أن تحالف مقتدى الصدر ليس تحالفا دينيا بالمفهوم التقليدي، إنما هو تحالف علماني أيضا مع الشيوعيين وغيرهم. فهم يقولون هذا الرجل افترق مساره عن مسار إيران، ثم أنه شكل تحالفا أوسع
من التحالف الديني التقليدي، ولذلك فإننا نتحدث عن مقتضى صدر آخر. وأن ما أن إيران هي المشكلة في المعادلة كلها أو كلها، فإذا فإنه من الأولى الحديث معه. هل وصلنا إلى تلك المرحلة؟ أشك. الذي نراه على الأرض أن إيران هي التي تستثمر، إيران هي التي تدفع، إيران هي التي تعمل. إلى اليوم الولايات المتحدة ليس واضحا موقفها. نشكرك شكرا جزيلا دكتور سامة أبو شيد الباحث والمحلل السياسي لوجودك معنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك أستاذ لبيد الصميدعي، يعني نقاط الالتقاء ربما ما بين الولايات المتحدة وإيران في العراق هي كثيرة، يعني خلال المرحلة المقبلة هل سنشهد يعني زيادة تركيز أو زيادة تكريس لنقاط الالتقاء والمصالح في العراق؟ بالتأكيد، طالما هناك نظام طائفي يحكم العراق هناك توتر طائفي إذا على المستوى الشعبي داخل العراق، وطالما هناك توتر شعبي وعدم هناك عدم انعدام للصلح الاجتماعي تام في داخل المجتمع العراقي، فنتوقع أن يستغل ذلك من قبل المنظمات ذات الجذور الطائفية والمذهبية. وهناك واضح أن هناك عدم توازن بالحقيقة على هذا الصعيد، ونقصد أن هناك ميليشيات مدعومة ومسلحة وتحت رعاية الدولة وتحت وتمارس نشاطات ونشاطاتها تحت نظر وسمع الحكومة، وهناك منظمة إرهابية معروفة اللي هي تنظيم الدولة الإسلامية. هذه المنظمة تجري هناك حرب ضدها، ويبدو أن نشاطات هذا التنظيم بدأت تتزايد وتتنامى في مناطق واسعة من العراق، خصوصا في مناطق كركوك ومناطق ديالة. لذلك هناك حاجة بالحقيقة أمريكية إيرانية، هناك مصلحة مشتركة بين الدولتين من أجل محاربة هذا التنظيم. وكما ذكرنا أن هذه المنظمة تنشأ أو تنمو على حساب سياسة النظام الطائفي البغيضة. هذه أهم نقطة التقاء في الوقت الراهن بين المصالح الأمريكية والمصالح الإيرانية، لأننا كما نعلم. سأعود إليك أستاذ لبيد إذا سمحت لي، سأعود إليك مرة أخرى. أرحب بالأستاذ الدكتور صباح الموسوي المتخصص بالشأن الإيراني، مرحبا بك دكتور صباح. حياكم الله، أهلا وسهلا. دكتور صباح، كيف تنظر إلى طبيعة العلاقة الأمريكية الإيرانية في العراق؟ الحقيقة هذه العلاقة علاقة قديمة ومتجذرة، ترجع جذورها إلى مرحلة الأربعينيات من القرن الماضي، وانتشت وكبرت بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبحت هناك تحالف أمريكي إيراني لضرب العراق لحماية الكيان الصهيوني آنذاك. كان أوج هذه العلاقة قد يعني طبق وتبلور في دعم التمرد الكردي الذي حدث في العراق آنذاك، وكانت أمريكا والكيان الصهيوني من خلال إيران يقدمون الدعم للتمرد الكردي، وكان إيران يهمها كثيرا أن يضعف العراق لأنه لا تريد لأي دولة عربية قوية بجانبها. وكان العراق يعني هو مسرح للتحالف الإيراني الأمريكي الصهيوني، وكل المؤامرات التي حيكت على العراق من قبل الكيان الصهيوني أو من أمريكا أو غيرها كانت تمر عبر إيران. فالتحالف الأمريكي مع إيران ضد العراق كما قلنا هو تقريبا نشأ في أربعينيات القرن الماضي وإلى اليوم مستمر، وكل ما تطلبت الحاجة الأمريكية أو الصهيونية لضرب العراق كانت إيران دائما هي الحاضن
لكل مؤامرة، وهي المساند لهذه المؤامرة التي تحاك ضد العراق. شاهدنا ذلك في السبعينات، وشاهدنا ذلك في الثمانينات عندما شنت إيران الحرب على العراق لمدة 8 سنوات، وشاهدنا كيف أن إيران أوعزت إلى أتباعها وإلى المنظمات التي أنشأتها ضد الحكم الوطني في العراق، كيف أنها أمرت هذه التنظيمات بالعمل مع الاستخبارات الأمريكية العراقية قبل الغزو العراق الأمريكي للعراق، وبعد الغزو الأمريكي للعراق من تعاون مع أمريكا ومن سهل الاجتياح المخابرات الصهيوني للعراق، كانت كلها هي الأدوات الإيرانية في العراق، هذه التنظيمات التي هي تمسك بزمام الحكم في إيران في العراق اليوم، كلها نشأت في إيران وكلها قدمت الدعم بأوامر إيرانية، وقدمت الدعم الاستخباراتي والمخابراتي للكيان الصهيوني ولأمريكا. أستاذ لبيد الصميدعي، يعني كيف تنظر إلى هذا العداء الأمريكي الإيراني في العراق تحديدا، والذي يصفه البعض أنه يعني عداء بالعلن ولكنه اتفاق بالخفاء؟ نعم، التوافق الأمريكي الإيراني في العراق هو بالحقيقة أكثر وضوحا مما يزعم بأنه عداء في العراق، وقد لاحظنا خصوصا في الحرب التي شنت على تنظيم الدولة، وبشكل أخص في الحرب الموصل، في معركة الموصل لاحظنا أن التنسيق بين الولايات المتحدة وقواتها الميدانية والجوية من جهة، وبين القوات المدعومة من قبل إيران خصوصا الحشد الشعبي والقادة الإيرانيين الذين هم القادة الفعليون للمعارك البرية وعلى رأسهم قاسم سليماني، رأينا أن التنسيق كان على أعلى درجاته، وكانت مقرات القادة مطلوبين للعدالة الأمريكية مثل مهدي المهندس وقاسم سليماني نفسه، كانت على مقربة من مقرات المستشارين الأمريكان، فكان هناك تنسيق وهناك معسكرات تدريب ضمت كثير من فصائل الحشد الشعبي، وكان يشرف على تدريبهم خبراء أمريكان. هذه المصالح في الحقيقة لم ينكرها أحد، بل أعلنوها، أعلنها الأمريكان على أعلى المستويات، وزير الدفاع قال أن قوات الحشد الشعبي تقدم لنا خدمة جليلة في معركتنا ضد الإرهاب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نتذكر بأن إيران هي كانت الناظم في بداية الاحتلال، كانت الناظم للرد الشعبي أو رد الفعل الشعبي المحتمل من قبل المكون الشيعي ضد الاحتلال، وكانت كان لها دور كبير في إصدار فتوى من المرجع الأعلى الذي هو علي السيستاني بعدم التعرض للقوات الأمريكية وعدم الانخراط في أعمال المقاومة. هذا من ناحية. هناك مصالح استراتيجية في الحقيقة، أمريكا تستفاد من الوجود أو النفوذ الإيراني في العراق واقترابها من حدود الدول الخليجية من أجل بالحقيقة من أجل خلق فزاعة كبيرة لهذه الدول وابتزاز هذه الدول عبر صفقات أسلحة، وشهد في الفترة القصيرة التي من حكم ترامب شهدت أكبر صفقة تاريخية لم يشهد لها التاريخ مثيلا، وهي نحو $0.5 تريليون أسلحة، عبارة عن أسلحة وطائرات وأسلحة دفاع ونظم صواريخ، كلها تحت عنوان أنها التصدي للخطر الإيراني القادم والذي يقترب من الحدود. ولولا النفوذ الإيراني في العراق لما كانت هذه الدول بحاجة إلى عقد مثل هذه الصفقات.
هذه المصالح بالحقيقة المصالح الأمريكية من الوجود والنفوذ الإيراني كثيرة. إيران قامت بدور كبير في إفراغ العراق من عقوله، وسواء عبر اغتيالهم أو عبر إجبارهم على الهجرة من العراق. هذا الذي حصل، الآلاف علماء والخبراء تم تغييبهم من العراق واغتيالهم أو وتم تهجيرهم، وكثير منهم هاجروا إلى الغرب وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. إيران أمريكا تشعر دائما بخطر قادم من العراق، لأن العراق شعبه شعب حيوي ومحب للعلم والتطوير، والعراق كما نعلم كان قد امتلك ناصية للعلم وأصبح دولة في نظر الكيان الصهيوني ونظر الغرب وخصوصا أمريكا دولة تشكل خطرا على مصالحهم في المنطقة. لذلك هذه من لا نعتقد أن هذه النقاط التوافق يمكن أن تتخلى عنها أمريكا وتنقلب على إيران وتبحث عن نقاط خلاف. نقاط التوافق يعني متواصلة مثل ما تفضلتما ضيفي الكريمين. هناك أمر آخر يعني قبل أن نأخذ فاصل، البعض يرى أن القواعد الأمريكية الموجودة في العراق هي ستكون مستقبلا منطلقا لتسديد ضربة أمريكية إلى إيران. أتوجه بهذا السؤال إلى الدكتور صباح الموسوي، ولكن بعد فاصل قصير، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى. نسلط الضوء في هذه الحلقة على نقاط الالتقاء ما بين أمريكا وإيران في العراق، واتفق ضيفاي الكريمان على موضوع أن هناك نقاط التقاء متواصلة ما بين الولايات المتحدة وإيران على الأرض العراقية. ونتساءل أيضا، والسؤال موجه إلى الدكتور صباح الموسوي، فيما يخص القواعد الأمريكية الموجودة في العراق والتي يعني دأبت أمريكا على إنشائها منذ احتلال العراق عام 2003 وحتى الآن. هناك عدة قواعد موجودة، الكثير من القواعد موجودة خصوصا في المناطق الشمالية في العراق. دكتور صباح، يعني إلى أي مدى ترى أن هذه القواعد الأمريكية ربما تكون نقطة بداية لنهاية هذا الالتقاء الأمريكي الإيراني؟ من يروج لهذا الكلام حقيقة هي إيران وجماعاتها، ليبينوا للآخرين على أن هناك عداء أمريكي إيراني وأن أمريكا تهدد إيران ومن قبيل هذا الكلام. القوات الأمريكية منذ أن دخلت العراق أو قبل دخولها إلى العراق وإلى اليوم، ولم تخطو أمريكا خطوة إلا بالتوافق مع إيران، بدءا من الاحتلال ومن ثم وضع الدستور وثم إقامة الحظيرة في منطقة الخضراء وما نتج عنها من العملية السياسية، وحتى في الانتخابات هذه الأخيرة كان هناك توافق أمريكي إيراني، وبالتالي
من يأتي ويقول إن القواعد الأمريكية تستهدف إيران. أمريكا عندها قواعد في المنطقة، في أفغانستان وفي أوزبكستان وفي الخليج وفي دائر ما دائر إيران. إيش معنى هاي القواعد كلها ما تستهدف إيران، بس القواعد اللي في العراق ستكون هي التي تستهدف إيران؟ هذا كلام يعني إيران تروجه لتبين على أساس أن هناك عداء حقيقي بينها وبين أمريكا. المصالح التي تجمع إيران وأمريكا أكبر من الخلافات الظاهرية اللي تحدث أحيانا، أو من بعض الخلافات التكتيكية اللي تحدث في مواقف معينة. إيران لم تتمدد وتصل إلى لبنان وسوريا واليمن إلا بموافقة أمريكية. قيادات إيرانية كبرى موضوعة على قوائم الإرهاب الشكلية هذه يتجولون بكل راحة وبكل طمأنينة أمام مرأة ومنظر من المخابرات الأمريكية والقيادات العسكرية الأمريكية والطائرات بنون طيار الأمريكية تجوب السماء العراق وسماء المنطقة وسماء سوريا، وهي تنظر إلى تحركات هؤلاء القادة العسكريون ولم تطلق عليهم ولو طلقة واحدة. فلو كان هناك عداء حقيقي لكان أمريكا استهدفت هؤلاء القادة العسكريون الإيرانيون قاسم سليماني والآخرين. المخابرات الإيرانية تصول وتجول في المنطقة ولم تقم المخابرات الأمريكية بالاعتراض أو حتى خطف مسؤول مخابرات إيراني واحد، بينما نشاهد أنه تقوم باغتيال الكثير من الجماعات الإسلامية في أفغانستان وفي اليمن وفي غيرها، ولكن لم تصل يدها إلى أي مسؤول إيراني، لا لأنها غير قادرة، وإنما هناك حلف أمريكي إيراني هو الذي يمنع أن يستهدف مثل هذا هؤلاء القادة الإرهابيون الإيرانيون. نشكرك شكرا جزيلا دكتور صباح الموسوي المتخصص بالشأن الإيراني لوجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك دكتور صباح. بالعودة إليك أستاذ لبيد صميدعي، الآن يعني تواصل هذا الاتفاق وهذا الالتقاء ما بين أمريكا وإيران في العراق، هل هناك ربما عوامل تؤدي مستقبلا إلى انفلات عقد هذا الالتقاء؟ هل من فترة زمنية محددة أنتم تتوقعونها من خلال رؤيتكم لانقضاء هذه سياسة التخادم المشتركة إن صح التعبير ما بين أمريكا وإيران في العراق تحديدا؟ هذا مرهون بتصرف إيران حيال المتغيرات التي قد تطرأ على المشهد العام في المنطقة. والذي يبدو لي أن إيران تعرف كيف تتصرف. كما نعلم أن إيران تحاول الابتعاد عن مناطق التماس التي قد تسبب إزعاجا للسيد الأمريكي. قبل فترة حدث احتكاك كما نتذكر، احتكاك جزئي في ما بين الكيان الصهيوني وبين إيران من خلال ضرب إحدى القواعد الإيرانية الموجودة في داخل سوريا. فعلى سبيل المثال نذكر هذا، إيران تعهدت بالاتفاق مع روسيا، روسيا طلبت من إيران أن تبتعد عن الحدود بين سوريا وبين الكيان الصهيوني، وفعلا أذعنت إيران عن طيب خاطر وابتعدت. إيران تحاول الابتعاد عن أي مناطق ساخنة للنزاع قد تزعج واشنطن. لماذا؟ لأن الوضع الداخلي في إيران لا يسمح لها في التصادم المباشر مع أمريكا، لأن إيران كما نعلم حساسة من الناحية الاقتصادية، وهناك تعددية عرقية وقومية وحتى مذهبية في داخل إيران بحيث تهدد
حدوث ربيع إيراني، وشهدنا مظاهر من مظاهر هذا الربيع، وأن استطاعت إيران أن تكبحها، لكنه مرشح أيضا للنهوض مرة أخرى. إيران وضعها الاقتصادي ليس على ما يرام، وتهديدات ترامب وأمريكا بفرض عقوبات جديدة وقاسية على إيران سيجعلها أيضا في حالة حرج اقتصادي. مع صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به إيران، مع المشاكل الداخلية التي تمر بها أيضا، مع انشغال الولايات المتحدة بملف كوريا الشمالية، كل هذه ألا تعتبر عوامل يعني ممكن أن تكون مفيدة لأي تدخل عربي؟ يعني لماذا يغيب الدور العربي منذ احتلال العراق حتى الآن في العراق؟ الدور العربي غائب، لأن العرب الأنظمة العربية ليس لديها أي استراتيجية واضحة، وهناك غياب لأي مشروع عربي، وهناك مقولة سياسية مفادها إذا لم يكن لديك مشروع فإنك جزء من مشروع الآخرين، وهذا ما حصل تحديدا. يعني المشروع الاستراتيجي الإيراني كان واضحا، وهو مد نفوذ الإيراني في المنطقة، والهيمنة بعد الهيمنة على العراق، ثم نجحت إيران في مد نفوذها إلى سوريا، ثم استطاعت أن تحرك الوضع في اليمن، وأصبح لدى الحوثيين جماعة إيران لديهم السلطة العليا القوية في اليمن. إيران قادرة أن تستخدم أدواتها، تحسن إدارة العمل، إدارة مشروعها من خلال دماء رخيصة كالميليشيات الطائفية في العراق، وكالميليشيات القادمة من باكستان ومن قبل أفغانستان، وبالإضافة إلى ميليشيات كالفضل العباس، بالفضل العباس في تعمل في سوريا تحت إشراف خبراء إيرانيين، بالإضافة إلى ميليشيا حزب الله اللبناني والحوثيون كما أسلفنا في اليمن. هذه بالحقيقة أدوات بالنسبة لا تكلف إيران دماء، لكن تحسن استخدامها وتثير، واستطاعت بفضل هذه الأدوات أن تفشل 3-4 دول في المنطقة، دول رئيسية كبيرة هي العراق وسوريا ولبنان واليمن. بالمقابل نجد غياب استراتيجية، أو هناك فشل تام عربي مقابل ذلك، وهناك سذاجة سياسية من قبل الأنظمة الحاكمة، وهناك تعاون غير مباشر يدر لصالح إيران، على سبيل المثال الحرب التي شنتها إيران ضد تنظيم الدولة، بصرف النظر عن الموقف من تنظيم الدولة كمنظمة إرهابية، لكن مساهمة الدول السعودية وأخواتها من دول الخليج في ضرب هذه الدولة أو ضرب هذا التنظيم كان لصالح إيران، لأنه مهما كان موقفنا من المنظمة، لكنها هي المنظمة الوحيدة التي كانت تقف بوجه المشروع الإيراني وتمدده في المنطقة، خصوصا في سوريا وفي العراق. لكن رأينا أن بكل سذاجة وبكل غباء كانت الطائرات تنطلق من هذه الدول وتساهم بضرب التنظيم، وهذا لا خلاف على أنها يعني منظمات إرهابية، منظمة داعش وغيرها، وأيضا نعم. الميليشيات أيضا يعني تصنف على أنها يعني ميليشيات إرهابية ضمن لائحة نعم. الإرهاب. مع ذلك لماذا تستخدم كل هذه الأدوات كأدوات يعني مستمرة الاستخدام منذ عام 2003 وحتى الآن؟ الميليشيات الطائفية، المنظمات الإرهابية التي تدخل عبر الحدود، كل هذه هل تعتبر أدوات لتنفيذ مشروع أمريكي؟ ربما هذا المشروع الأمريكي استخدمت فيه إيران لتحقيقه بشكل فاعل، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ نعم، هناك حتى في ما يتعلق بهذه الميليشيات هناك مصلحة مشتركة بين إيران وبين أمريكا، وإن اختلفت الرؤية تجاه هذا الموضوع. مصلحة إيران في وجود ميليشيات قوية، ميليشيات طائفية شيعية قوية في العراق، هو الضمانة بالنسبة لها لكي تستحوذ على القرار السياسي العراقي،
وهو ضمان لها بإدامة الحكم الشيعي. إيران لا ترضى بأقل من أن تكون هوية الحكم في العراق هوية شيعية، وهي تريدها هوية ذيلية، ليست هوية مذهب جعفري، وإنما هوية مذهب تابع على النحو الذي يتبع تماما للمرجع الأعلى الإيراني أو الفقيه. تريد من العراق أن يكون تحت خاضعا لولاية الفقيه. هذا الدور الأساسي للميليشيات الحالية الناشطة الآن في العراق. هذه الميليشيات تحافظ أيضا على فشل الدولة العراقية، إدامة فشل الدولة العراقية، وهذا ما ترتاح له أمريكا. أمريكا تريد للعراق أن يبقى دولة ضعيفة فاشلة لا يستطيع أن ينهض، لأنها تعرف تاريخيا تعرف أن العراق إذا نهض يصبح مصدر تهديد لمصالحها، خصوصا للكيان الصهيوني. من المصالح الأخرى، المصلحة المهمة الأخرى الأمريكية في وجود ميليشيات قوية أو حكم طائفي، هو من أجل كما ذكرنا سابقا من يشكل أداة قوية ويدا ضاربة لاحتمال تنامي القوى الإرهاب السني، لأن الإرهاب الذي يخيف أمريكا هو الإرهاب السني الحقيقة. وإن صنفت المنظمات الأخرى، الميليشيات الأخرى صنفت كمنظمات إرهابية، لكن الحرب على الإرهاب التي شنتها أمريكا منذ بداية تسعينات القرن الماضي عنوانها واضح أو جوهرها واضح، هو الحرب على الإرهاب الصادر من المنظمات ذات الهوية الطائفية السنية. إذن الحرب على الإرهاب، هذا العنوان ربما سيستمر في تكريس النفوذ الإيراني في العراق؟ نعم، ويستمر في حرص أمريكا على التوافق مع إيران في هذه النقطة، بالإضافة إلى نقاط أخرى. والاهتمام الأمريكي في المنطقة حاليا هو محوره بالحقيقة الحرب على الإرهاب. إذن أستاذ لبيد الصميدعي، الكثير يتساءل عن المصالح الأمريكية الإيرانية مع غياب الدور العربي، ربما سيترك العراق يعني ضحية هذا التدهور وهذا الانفلات الأمني وكذلك تحطم البناء التحتية فيه. الآن الكثير من العوامل الإقليمية كلها تضافرت واجتمعت على هذا البلد لتكون ظروفا صعبة على المواطن العراقي. هنا المواطن العراقي يعني الشباب العراقي، دور هذا الشباب العراقي، استثمار مواقع التواصل الاجتماعي في سبيل التثقيف لهذه الظروف القاسية والتحديات التي يمر بها العراق. ألا ترى أن الشباب العراقي الآن بمستوى الوعي على أن الدور الموجود في العراق هو دور أمريكي إيراني صرف، لا علاقة له بأي إرادة عراقية، بأي إرادة للشعب العراقي؟ نعم، أعتقد أن هناك وعيا لهذه الحقيقة بعد تجارب مريرة وعديدة، وبعد أن خابت آمال العراقيين عموما والشباب بشكل خاص، خابت آمالهم وغسلوا أيديهم من أي دعم عربي محتمل ضد هذا التغطرس الإيراني وضد التغطرس الأمريكي والآثار المدمرة التي تركها الأمريكان على بلدهم ومستقبل بلدهم، أعتقد أن أصبحت حاجة الشباب إلى الاعتماد على أنفسهم وعلى طاقاتهم أصبحت كبيرة وواضحة، وأصبح أمرا واقعا بالنسبة للعراقيين والشباب، أن أصبح أمرا واقعا أنهم تركوا يواجهون قدرهم بأنفسهم، وعليهم ذلك مسؤولية كبيرة. وقد تجلت حالة الوعي بهذه الحقيقة في الانتخابات الأخيرة، حيث قاطعها غالبية الشعب العراقي وخصوصا قطاع الشباب، هم الأكثر مقاطعة للانتخابات. ورغم إعلان الحكومة بأن الانتخابات المشاركة بلغت نحو
44%، لكن الحقائق أكدت بشكل دامغ بأنها دون 20%. هذا يعني بشكل واضح وبشكل مباشر رفض للحكومة الحالية، رفض لذيلية وتبعية النظام لإيران، ورفض للواقع الراهن، ورفض للعملية السياسية التي نجمت عن الاحتلال. هذه الأمور تحتاج إلى تأطير وإلى أن تتطور وتدفع في الاتجاه الآخر، باتجاه تثوير المجتمع وخصوصا الطاقات الشبابية كما ذكرنا في أكثر من مناسبة، تثويرها لأجل قلب الواقع الراهن والنهوض بالعراق من أجل باتجاه معافاته واستعادة دوره الفاعل في المنطقة واستعادة القرار السياسي للشعب العراقي. أخيرا أستاذ لبيد الصميدعي، يعني البعض يقول بأن يعني بعض المحللين يرون أن السياسة الأمريكية هي ثابتة، الاستراتيجية الأمريكية ثابتة مهما تغيرت الإدارات الأمريكية، يعني بطبيعة الحال مثل ما تعلمون أن يعني تكريس النفوذ الإيراني في العراق ربما وحتى في المنطقة يعني كان بعهد إدارة أوباما، الآن في عهد الرئيس ترامب، يعني اختلاف الإدارات أو تبدل الإدارات الأمريكية هل يغير من الأمر شيء من وجهة نظرك؟ من الناحية الجوهرية لن يغير شيئا، الثابت في السياسة الأمريكية أنها لن تتصادم، ليس لدى أمريكا أي مصلحة في التصادم مع إيران. لماذا؟ لأن إذا أتينا إلى الساحة العراقية، في الساحة العراقية هناك عناصر القوة الإيرانية كثيرة وواضحة، بسبب هناك أمور تتعلق في مسألة النسيج الاجتماعي في العراق، هناك موروث طائفي كبير في العراق يحتاج إلى وقت كبير يشتغل عليه إلى وقت كبير حتى تزول آثاره السلبية. ومن إيران عرفت كيف تستغل التناقضات الموجودة في داخل المجتمع العراقي من أجل تفعيلها والاستفادة منها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، إيران قريبة جغرافيا من العراق، دولة مجاورة حدودها تمتد إلى نحو 1800 كيلومتر. إيران قريبة من دول الخليج التي تنتشر فيها قواعد أمريكية ومصالح أمريكية ومنتجات البترول هنا في هذه المنطقة، في منطقة الخليج العربي. لذلك أي تصادم بين أمريكا وبين إيران سيؤدي إلى نشوب حرائق في كل هذه المناطق، في منابع البترول، في دول الخليج، في القواعد الأمريكية، لا تستطيع الغباء. لذلك فالسياسة الأمريكية ثابتة مهما تغيرت الإدارات الأمريكية تماما، يكون هناك تصادم بين أمريكا والعراق، بالتصادم بالمعنى التصادم العسكري الذي يتمناه كثيرون، ولكنه لن يحدث بشكل قاطع، أقولها قولا واحدا، لن يحدث هذا التصادم. نشكرك، شكرا جزيلا أستاذ لبيد الصميدعي الباحث السياسي العراقي لوجودك معنا في هذه الحلقة، وأيضا الشكر موصول من واشنطن عبر سكايب كان معنا الدكتور أسامة بورشيد المحلل والباحث السياسي، وأيضا الدكتور صباح الموسوي المتخصص بالشأن الإيراني. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية، وإلى لقاء آخر.